أهلا بكم أعزائي الطلبة والطالبات في درس جديد على قناة برايفت ماث ليسونز. Today إن شاء الله we are going to take lesson 6 which is entitled Geometric Constructions. الدرس بتاعنا النهاردة عبارة عن مجموعة من الرسومات الهندسية، رسومات سهلة، 6 رسومات بسيطة، هناخدهم واحدة واحدة وهنتعلم إزاي نرسمهم مع بعضينا. تعالوا نشوف مع بعضينا إيه أول رسمة المفروض أبقى أنا عارف أعملها إزاي. أول رسمة عندي لازم أكون عارف بعملها إزاي، اللي هو Constructing a perpendicular from a point outside a straight line. زي ما انت شايف عندي straight line AB وعندي point C دي outside the straight line، بعيد عنه. The required ايه؟ The required is constructing the perpendicular to AB straight line from C. يعني ده كده من C تنزل perpendicular على ال AB من غير ما تستعمل البروتراكتور، يعني ما اجيبش البروتراكتور كده او اجيب الرولر والتريانجل واخد الايه واخد البربنديكولر، لا انا عايز اعمل الكلام ده بالكومباس بتاعي. طيب تعال نشوف هنعمل الحكايه دي ازاي. اول حاجه هنرسم الستريت لاين اي بي. بعد كده هنوقع البوينت سي. ادي البوينت سي، دي البوينت سي المفروض انا هنزل من هنا بقى بربنديكولر على ايه؟ على اللاين ده. هنعمل ايه؟ هنيجي بالكومباس بتاعنا نقف هنا وناخد ارك. ادي الكومباس وخدت الارك. يبقى انا كده ايه؟ وقفت هنا وعملت بالكومباس ارك، الارك ده حصل انترسكشن مع الستريت لاين اي بي في تو بوينت، ادي بوينت وادي انذر بوينت. بعد كده هعمل ايه؟ بعد كده هاجي بقى بالكومباس هقف هنا. بفتحه جريتر ذان نص الايه؟ نص الحته دي. هقف هنا بالكومباس هاخد ارك كده وبالكومباس هنا هاخد ارك الناحيه الثانيه. ادي ارك اهو ومن الناحيه الثانيه وهاخد ارك. يبقى البوينت دي المفروض اوصلها بالايه؟ بالبوينت سي. لما نيجي نوصل اللاين ده هتلاقيه بيربنديكولار على ايه؟ على الاي بي. طيب افرض ان انت الفتحه خدتها كبيره شويه، يعني لو انت واقف هنا بدل ما خدت الارك كده رحت موسع الفتحه شويه، لان مش كل الستودنتس هياخدوا نفس الفتحه، ممكن حد ياخد فتحه اكبر شويه. طب تعالى نشوف لو خدنا فتحه اكبر شويه هيحصل ايه. ادي ارك ايه؟ ده ارك كبير شويه اهو، ومن الناحيه الثانيه نفس الارك. بص هيحصل ايه؟ هيحصل انترسكشن فين؟ في بوينت. البوينت دي هتلاقيها على نفس اللاين بتاع الايه؟ اللاين الاولاني. يعني لو انت خدت فتحه كبيره شويه مفيش مشكله، بردك هيبقى ايه؟ هيبقى اللاين كله هينزل بردك بربنديكولار. طب افرض حد خد فتحه اكبر شويه، يعني جه واحد خد فتحه اكبر شويه، هتيجي معاك كده، ومن الناحيه الثانيه هتيجي معاك كده. هتلاقي البوينت بتاعتك ايه؟ ماشي على نفس اللاين. بص اللاين اهو البوينتس كلها جايه ايه؟ جايه عليه. تعالوا نشوف مع بعضين الرسمه الثانيه اللي هي drawing a perpendicular to a straight line that passes through a point which belongs to that straight line. يعني ايه اللي هيفرق الرسمه دي عن الرسمه اللي قبليها؟ الرسمه دي ادي الستريت لاين اي بي، البوينت سي هنا بتلايز اون ذا ستريت لاين، مش موجوده براه، لا دي موجوده عليه. طيب الـ required ايه؟ الـ required is drawing a perpendicular to AB straight line from the point C. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعضينا. هنرسم الـ straight line AB. وادي الـ point C اللي موجود عليه. طيب ادي الـ point C، هنعمل ايه بقى؟ هنيجي ناخد ارك، ارك هنا وارك هنا بنفس الفتحة. بنفس الفتحة هتاخد ارك يمين وارك شمال. ادي ارك اهو وادي انذر ارك. هيحصل عندك انترسكشن في ايه؟ في تو بوينتس، ادي بوينت وادي انذر ايه؟ وادي انذر بوينت. هتيجي عندك تقف هنا بقى بالكومباس تاخد ارك هنا، وبنفس الفتحة تاخد ارك هنا، بس تكون الفتحة بتاعت الكومباس جريتر ذان ايه؟ هاف اللينس ده، يعني اكبر من ايه؟ من نص دي، عشان يحصل انترسكشن. لو خدتها اقل من نص دي مش هيحصل انترسكشن. طيب ناخد ارك من هنا وارك من هنا.
هيحصل انترسكشن في نقطة، نوصل البوينت دي بالبوينت سي، يبقى هو ده البربنديكولر على ايه؟ على اي بي. المطلوب منك دلوقتي بعد ما شفت الرسمة تعمل ايه؟ ترسمها بايدك اكتر من مرة. يعني احنا شفنا رسمتين دلوقتي، اول رسمة ترسم سي، تحط كده سي في اكتر من نقطة وتعملها، ومش لازم تجيب اللاين كده، ممكن تعوجه، يعني اعوج اللاين كده وهات البوينت هنا، يعني مشي ايدك عليها اكتر من مره. كل ما تعملها كتير كل ما هتتقنها وتحفظ ايه، وتحفظ الخطوات بتاعتها. تعالوا نشوف مع بعضينا الرسمه الثالثه اللي هي bisecting a given line segment. bisecting يعني انت هتقسمها تو هافز، اتنين نصين قد بعض بالظبط، اللي هو او بمعنى اخر constructing the axis of symmetry, the symmetry axis of a given line segment. طيب required عندنا ايه؟ is constructing the symmetry axis of the line segment AB، اللي هو ايه؟ الاكسس اوف سيمتري، اللي هو البربنديكولر بس في الايه؟ في الميد بوينت. يعني هنزل بربنديكولر لاين ويمر عندي بالايه؟ بالميد بوينت، هيقسم اللاين سيجمنت AB لجزئين قد بعض بالظبط. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. هنرسم الاي بي لاين سيجمنت، بعد ما ارسم الاي بي لاين سيجمنت هعمل ايه؟ هاجي عند البوينت A واخد ارك فوق وارك تحت، بس يكون الفتحه بتاعتي بتاعت الكومباس جريتر ذان هاف الاي بي، اكبر من نص الاي بي، لان هي لو اقل من نص الاي بي مش هيحصل انترسكشن للتو اركس من A و B، وعايزك تجربها. وهناخد من B بردك نفس الكلام، ارك بنفس الفتحه هنا وايه؟ فوق وتحت. جرب كده ان انت تغير الاركس دي وتقلله عن نص الاي بي، هتلاقي ان مش هيحصل انترسكشن بين التو اركس. ادي عند الايه، هاخد ارك فوق وارك تحت، وبنفس الفتحه هنروح عند البي وناخد ارك فوق وارك تحت. ظهر عندك تو بوينتس اللي هم ناتج الانترسكشن بتاعت الاركس، نوصلهم ببعض، هتلاقي ان اللاين ده بيربنديكولر على الاي بي وجاي في النص ايه بالظبط. طب افرض حد فتح الكومباس اكتر شويه، تعال نشوف هيحصل ايه. هنا لو فتحت فتحه كبيره شويه، نعمل واحده فوق وواحده تحت، من الناحيه الثانيه نفس الفتحه فوق وتحت، هتلاقي ان الريزلتنج بوينتس، البوينتس اللي هتطلع عندك هتلاقيهم على نفس الامتداد بتاع ايه؟ بتاع الاكسس اوف سيمتري. تعالى وصل، هتلاقي كلهم على نفس الايه؟ على نفس اللاين. المفروض تعمل انت ايه دلوقتي؟ درب ايدك ازاي تعملها اكتر من مره. انت عرفت دلوقتي ان اللاين ده بنسميه الاكسس اوف سيمتري، بيبقى بيربنديكولر عند الميد بوينت، يعني السكشن ده كده قد السكشن ده ايه؟ ده كده. وعايزك تجرب ان انت تخلي الكومباس بتاعك الفتحه بتاعته اقل من ايه؟ من هاف الاي بي، هتلاقي ان التو اركس دول ما بيحصلهمش انترسكشن. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 1 بيقول لي ايه. الاكزامبل ده بتمرن ايدك على الرسمه الايه؟ نمبر 3 دي. بيقول لي using the geometric instruments draw a triangle ABC in which AB equal AC equal 4 centimeters. يبقى انت عندك two sides equal، يبقى التراينجل ده ايه؟ isosceles triangle. طيب والبي سي ايكوال 5. احنا لما بنيجي نرسم الايزوسليس تريانجل برسم اول حاجه السايد اللي ايه؟ اللي هو مختلف، بخليه البيز، بخليه تحت. طيب then draw the axis of symmetry of its three sides، يعني كل سايد فيهم هحقق عليه الرسمه اللي هي نمبر 3 دي. وبيسالني سؤال are the axis of symmetry of the three sides concurrent، يعني الثلاثه دول بيحصل لهم intersection في نقطة واحدة. وبيقول لي don't remove arc، وطبعا lesson 6 ده أي حاجة تعملها بالرسومات ما تمسحهاش. طيب تعالى نشوف نرسم المسألة دي ازاي. أول حاجة هرسم البيز بي سي 5 سنتيمتر. أدي بي سي 5 سنتيمتر. طيب بعد كده أنا عايز أحدد البوينت A. البوينت A هو قال لي الـ AB 4 سنتيمتر والاي سي 4 سنتيمتر، يبقى هاجي عند البي اخد ارك 4 وافتح الكومباس بتاعي فتحه 4، اجي عند البي هنا اقف واخد ارك هنا، وعند السي واخد ارك هنا،
هيحصل انترسكشن في نقطة اللي هي البوينت A، ويبقى احنا كده رسمنا الترينجل ABC. ادي كده الارك ده 4 سنتيمتر والارك ده 4، حصل لهم انترسكشن في البوينت A، بعد كده وصل AB ووصل AC. نيجي نشتغل بقى دلوقتي على الاكسس اوف سيمتري. هو عايزنا نرسم له الاكسس اوف سيمتري بتاع الايه، بتاع الثري سايدز. هنشتغل اول حاجه على السايد اي سي. هقف عند الاي اخد ارك هنا وارك هنا، وعند السي اخد ارك هنا وارك هنا بنفس الفتحه، وتكون الفتحه جريتر ذان هاف الاي الاي سي. ادي عند فتحه فوق، وادي فتحه الناحيه الثانيه، وعند السي برضك فتحه ايه، فتحه يمين وفتحه شمال. هتلاقي عندك ايه التو بوينتس هم ظهروا بتوع الايه، بتوع الانترسكشن، اللي لما اوصلهم ببعض يديني الايه، يديني الاكسس اوف سيمتري بتاع السايد اي سي. نوصلهم ببعض اهو، ده الاكسس اوف سيمتري بتاع الاي سي. طيب نيجي بعد كده نشتغل على الاي بي. السايد اي بي ده هعمل فيه ايه؟ ده انا هعمل له اكسس اوف سيمتري. بحاجة عند الايه هاخد ارك هنا وارك الناحيه الثانيه، وعند البي ارك هنا وارك الناحيه الثانيه، يحصل لهم انترسكشن في بوينت وبوينت نوصلهم، هو ده الاكسس اوف سيمتري. وصل التو بوينتس دول ببعض، يبقى هو ده الاكسس اوف سيمتري بتاع الاي بي. هتلاقيه نازل لك بيربنديكولار في الميد بوينت بالظبط. طيب فاضل لنا مين؟ فاضل لنا الايه، البي سي، نجيب لها الاكسس اوف سيمتري بتاعها. اجي عند البي اخد ارك فوق وارك تحت، وعند السي ارك فوق وارك تحت، هيحصل لهم انترسكشن في تو بوينتس وصلهم، هو ده الاكسس اوف سيمتري اللي هتلاقيه بيربنديكولار فين؟ في الميد بوينت. وهنشوف بقى هل هيحصل لهم انترسكشن في نقطة ولا لا. نلاحظ ايه بقى؟ نلاحظ ان فعلا ال 3 axes of symmetry التلاتة concurrent فين؟ في البوينت اللي هي بنسميها البوينت M. يبقى دي قاعدة عندنا ورول ان ال 3 axes of symmetry لازم يكونوا concurrent، يعني بيحصل لهم intersection فين؟ في نقطة. الحاجات دي طبعا مهمة عشان ايه؟ عشان خاطر الكومبليت. تعالوا مع بعضينا نشوف الريماركس ديت ونشوف بتتكلم عن ايه. الريماركس دي استكمالا للرسمة اللي هي بتاعت الاكسس اوف سيمتري، وخدنا اكزامبل 1 وشفنا ان 3 اكسس اوف سيمتري بيحصل لهم انترسكشن في 1 بوينت. لما نيجي نبص لل 3 تايبز اوف تريانجلز، انا عندي الاكيوت انجل تريانجل اللي احنا لسه كنا عاملين عليه الاكزامبل، وعندي الرايت انجل يعني في انجل رايت، وعندي الاوبتيوز انجل اللي فيه انجل ايه، انجل اوبتيوز. ايه وضع البوينت اوف انترسكشن بتاعت 3 اكسس اوف سيمتري؟ بالنسبه للاكيوت انجل تريانجل بتلاقي البوينت انسايد التريانجل، يعني البوينت هتتحرك في النص كده، ممكن تيجي لك هنا تيجي لك هنا تيجي لك هنا على حسب اللينسز والدايمنشنز بتاعت الثري سايدز. طيب لو هو رايت انجل، لو هو رايت انجل لازم الام تيجي لك في الميد بوينت للايه، للهايبوتنيوس عندك. طيب وبالنسبه للاوبتيوز انجل، بالنسبه للاوبتيوز انجل لو انا عندي تريانجل في انجل اوبتيوز لازم الام تبقى بره. لما تيجي تبص على البوينت اوف انترسكشن بتاع ال 3 اكسس اوف سيمتري تلاقيها جايه لك بره التريانجل. اوكي، عشان دي حاجات بتيجي في الكومبليت. يبقى الاكيوت انجلد الام انسايد، الرايت انجلد الام في الميد بوينت بتاعت الهايبوتنيوس، الاوبتيوز انجلد الام ايه، الام بره. طيب ملحوظه ثانيه، تلاحظ ان الديستنس بتوين البوينت اوف انترسكشن واي فيرتكس لازم تبقى ايكوال، يعني الام لو وصلتها بالاي تلاقي ان الحته دي قد الحته دي قد الايه، قد الحته دي. كذلك هنا الاي ام قد السي ام قد الايه، قد البي ام. طب وهنا لو وصلت الاي بالام تلاقيها قد السي ام قد الايه، قد البي ام. اوكي، يعني الستيتمنت دي ممكن تيجي لك في الكومبليت، اللي هي اللينسز اوف ذا لاين سيجمنتس جوينينج البوينت اوف انترسكشن اوف ذا اكسس اوف سيمتري اند الفيرتيسيز اوف ذا تريانجل are equal in all previous cases.
نيجي نشوف مع بعضينا الرسم الرابعة اللي هي بعنوان Constructing the bisector of a given angle. أنا عندي angle اهي A, B, C. مطلوب مني إن أنا أعمل البيسيكتور بتاعها، يعني ray هيخرج من B المفروض يقسم الانجل دي لنصين. يبقى required is constructing the bisector of angle ABC using the compasses and ruler. يعني ما ينفعش اجيب بروتراكتور واقيسها واقسمها اتنين. تعالوا نشوف هنعملها مع بعضينا ازاي. هنرسم اول حاجه ال BA ray، ادي البوينت B وادي ال A، ادي ال BA ray، ادي اول سايد من السايدز بتاعت الانجل، وادي البوينت C وده السايد التاني. بعد كده اجيب الكومباس بتاعي اقف عند البوينت بي واخد ارك. الارك ده هيحصل انترسكشن مع الري ده والري ده في تو بوينتس. ادي بوينت وادي انذر بوينت. بعد كده اجيب الكومباس بتاعي اقف عند البوينت دي واخد ارك هنا، وبنفس الفتحة اقف هنا واخد ارك فين؟ يحصل انترسكشن مع الارك اللي فات في بوينت، هي دي البوينت اللي هوصلها بالبي، يبقى هو ده البايسكتور. ادي ارك من هنا اهو، واخد ارك من الناحية التانية، البوينت اوف انترسكشن دي اوصلها بالبوينت بي، يبقى هو ده الايه؟ هو ده الانجل ايه؟ الانجل بايسكتور. المفروض طبعا ده هيبقى الري، ده ري كده وده ري. المفروض هنا هتلاقي الانجل دي كده قد ايه؟ قد الانجل دي كده. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل على الجزئيه دي. بيقول لي draw an angle of measure 80 then construct the bisector of this angle. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه هنرسم ال B A ray، اول ray للانجل، ادي ال B وادي ال A، ده اول ray للانجل. بعد كده اجيب البروتراكتور بتاعي اقف هنا واكاونت من عند ال A، ما اعملش كاونت من الناحيه الثانيه، اكاونت من الجزء اللي عنده ال A البوينت A. ادي البروتراكتور بتاعتي وهعد كده معايا لحد ال A، لحد ال H، ويبقى هي دي البوينت A، يبقى هي دي البوينت C بتاعتي. وبعد كده نوصل ايه؟ نوصل ال B C. نيجي بعد كده بالكومباس بتاعي اقف هنا واخد ارك يحصل له انترسكشن مع الري ده والري ده في 2 بوينتس. اجي عند ال 2 بوينتس دول واخد ارك هنا وارك من الناحيه الثانيه. يبقى هي دي البوينت بتاعت الايه؟ بتاعت الانجل بايسكتور، اوصلها بالايه؟ اوصلها بالبي. يبقى انا كده خلصت الايه؟ خلصت الرسمه بتاعتي. لازم اعمل طبعا الايه؟ الايرو بتاع الري والايرو هنا بتاع الري، ولازم اكتب ان دي 40 ديجريز ودي ايه؟ ودي 40 ديجريز. طبعا لو جيت استهبل بروتراكتور هتلاقي دي 40 ودي ايه؟ ودي 40. تعالوا نشوف مع بعضينا الفيفث دروينج اللي بيقول لي فيها constructing an angle to be congruent to a given angle without using البروتراكتور. ادي عندي angle ABC ومديني عندي ray YL. ايه الريكوايرد؟ الريكوايرد ان احنا نعمل drawing للانجل اكس واي، الاكس هنا اكس واي زد، such that الانجل دي تكون congruent للانجل دي. احنا اتفقنا لما يكون two angles congruent ده معناه ان الاثنين بيكونوا equal in measure. تعالوا نشوف هنرسمها ازاي مع بعضينا. هنيجي نرسم مع بعضينا الانجل ABC، ادي البوينت B وادي البوينت A، ده اول سايد عندي اللي هو الري BA، وادي البوينت C، يبقى هو ده السايد عندي اللي هو الايه؟ البي سي. طيب الناحيه الثانيه هيبقى عندي اول سايد اللي هو الواي ال. المفروض ان على السايد ده اعمل نفس الانجل دي الناحيه الثانيه. نعملها ازاي؟ هجيب الكومباس بتاعي عند البوينت بي واخد ارك هنا، الارك ده يحصل له انترسكشن في الري ده والري ده في 2 بوينتس دي واي. اجيب نفس الفتحه دي اقف فين؟ اقف في الناحيه الثانيه واخد نفس الارك يحصل له انترسكشن هنا في بوينت. ادي ارك اهو، دي بدايه الرسمه بقى. هيتحدد عندي 2 بوينتس هنا. اوكي؟
باجي اخد ارك الناحية التانية، الارك ده هيحصل له انترسكشن برضك فين؟ في بوينت عندي هنا. طيب اجي بعد كده اعمل ايه؟ الفتحة اللي هي دي اي اخدها بالكومباس بتاعي، يعني اجي الكومباس بتاعي اقف عند الدي كده واخد الايه اللينس ده بالكومباس بتاعي كده، انا خدته خلاص. نقف بعد كده بالكومباس بتاعنا عند البوينت اكس وناخد ارك هنا كده يحصل له انترسكشن مع الارك ده في بوينت هنا، هي دي هتبقى البوينت اللي ايه اللي انا هوصل عليها الايه الري التاني. نيجي هنا اهو ناخد ارك ايه بنفس الفتحه دي، اخده الناحيه الثانيه، يديني البوينت دي اوصل ايه الري ده، يبقى انا عملت انجل كونجرونت للانجل اي بي سي. تعالوا مع بعضنا نشوف اكسرسايز. درو انجل بي اوف ميجر 50 زين وزاويه يوزنج ذا بروتراكتور، درو انجل سي كونجرونت تو اي تو انجل بي. تعالوا نشوف نعمل الاكسرسايز ازاي. هنرسم الانجل بي، ادي اول ري، وبعد كده اجي بالبروتراكتور اقف عند البي واخد ال50، وناخد بالنا نعمل كاونتنج في الميجر من ناحيه الاي، محدش يجي يعمل ميجرنج من الناحيه الثانيه، لا ميجر من هنا. كده يبقى انا عملت الانجل. نيجي بقى نعمل السايد اللي هعمل عليه الانجل الثانيه. طيب هنا بقى هنعمل ايه؟ مش هستعمل البروتراكتور بتاعي، حاجه بالكومباس اقف هنا واخد ارك، وبنفس الفتحه دي اقف هنا واخد ارك. اجي بعد كده اقف بالكومباس بتاعي اخد الفتحه دي اخدها بالايه؟ اخدها بالكومباس، يعني اقف بالسن بتاعي هنا وبالطرف التاني بتاع الكومباس اقف هنا. نقف بعد كده هنا وناخد ارك بنفس الفتحه دي، هيحصل له انترسكشن مع الارك ده بوينت، هي دي البوينت اللي هعمل عليها السايد التاني. بعد كده نكتب هنا 50 ونكتب هنا ايه؟ نكتب هنا 50 طبعا، ونحدد الايه الريز دي كده. تعالوا مع بعضينا نشوف اخر رسمه اللي هي drawing a straight line from a given point parallel to given straight line. عندي straight line اهو AB وعندي point C، المفروض ان انا من البوينت C دي ارسم straight line parallel لمين؟ ل AB. اوكي؟ طيب يبقى required is drawing a straight line passing through the point C parallel to AB. خد بالك انا في الرسمه دي احنا هنستغل معرفتنا بالرسمه اللي فاتت، يعني اكد على الرسمه اللي فاتت وارسمها اكتر من مره بايدك، لان تقريبا دي متشابهه كده مع اللي فاتت بنسبه 80-90%. هنرسم الـ AB straight line. وادي البوينت C. هنبدأ بقى ازاي؟ أول حاجة تعملها اعمل لاين ما بين النقطة دي والبوينت بي أو أي نقطة على اللاين، بس أنا أفضل تخليها البوينت إيه؟ البوينت بي، عشان تقرب معاك الرسمة قوي للرسمة اللي فاتت. اعمل لاين من البي ويمر بالبوينت اللي أنت عايز تعمل عندها الستريت لاين وتكمل معاك لفوق. طيب بعد كده هنعمل إيه؟ بعد كده هنعمل زي الرسمة اللي فاتت بالظبط. هنعمل هنقف هنا بالكومباس بتاعي واخد ارك هنا وايه يقطع هنا وهنا، وبنفس الفتحه ديت هقف هنا واخد نفس الارك. تمام، هتلاقي عندك مجموعه بوينتس ظهرت عندك 2 بوينتس هم. نعمل ايه بقى؟ اجي بالكومباس اخد نفس الفتحه دي، اخد نفس الفتحه دي، ده شبيه جدا بالرسمه اللي فاتت. بس بعد كده هعمل ايه بقى؟ المره اللي فاتت انا كنت بقف على السايد ده واقطع الارك هنا، المره دي لا، انا هقف على السايد ده واقطع الارك الناحيه الثانيه. هتلاقي البوينت دي لما توصلها بدي هتلاقي لاين بارلل لمين؟ لللاين ده. اجي عند البوينت دي بقى، المره دي اقف عند البوينت دي
واخد الارك كده، هتلاقي البوينت دي وصلها بالسي، يديك الستريت لاين سي دي اللي هو بارلل لمين؟ للستريت لاين اي بي. طيب لازم ترسم الرسومات دي بايدك اكتر من مره علشان تتقن الرسومات دي. الرسومات دي مهمة، ويوم ما هيجي لك في مسألة هيجي لك كده مسألة دروينج ويطلب منك رسمة منهم ايه في النص. الموست بوبيلر طبعا اللي هي الانجل باي سيكتور والايه والاكسس اوف سيمتري. تعالوا مع بعضينا نشوف اكزامبل 2. بيقول لي درو تريانجل اي بي سي ان ويتش الاي بي ايكوال 7 سنتيمتر والميجر اوف انجل اي ايكوال 50 والميجر اوف انجل بي ايكوال 70. يبقى احنا كده هنرسم التريانجل regarding to one side and two angles. يعني هرسم الاي بي الاول وبعد كده احدد الدايركشن بتاع الانجل 50 واحدد الدايركشن بتاع الانجل 70 والانترسكشن بتاع التو دايركشنز دول هيطلع لي البوينت سي. then bisect side AC at D. bisect side يعني ايه؟ يعني axis of symmetry. اللي بيعمل bisection للسايد ده axis of symmetry. يبقى دي رسمه من الرسومات اللي احنا خدناها. then draw الستريت لاين دي اي بارلل اي بي تقاد بي سي ات اي، ودي برضك اللي هي الرسمه رقم 6. زين باي ميجرينج فايند اللينث اوف ايتش اوف بي اي اند سي اي لاين سيجمنت وات يونتس. ثاني حاجه اللينث اوف دي اي وات يونتس. طيب تعالوا نشوف هنرسمها ازاي. اول حاجه هرسم الاي بي لاين سيجمنت، ادي البوينت اي، اوصل لحد البوينت بي والفرق بينهم 7 سنتيمتر. اجي بعد كده عند البوينت A واخد انجل 50. خد بالك لما اجي ارسم الانجل 50 ارسمها اعمل ميجرنج من السايد اللي البروتراكتور A واقف عليه. طيب لما انا اخدت البوينت دي هل دي البوينت C بتاعتي؟ لا، دي مش البوينت C، ده بوينت في اتجاه الدايركشن بتاع الانجل 50. يعني البوينت دي بتقول لك ايه؟ بتقول لك ان السايد بتاعي ده موجود او ايه، او بيلاي على ايه، على 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 الري ده. فبنعمل ايه؟ تيجي انت بقى من الرصاص كده تاخد خط خفيف طويل، يبقى ده الدايركشن اللي انت هتحط عليه الايه السايد اللي هيكون فيه البوينت سي. طيب ونيجي عند البوينت بي هاخد انجل 70 وبعد كده اعمل كده لاين. التو لاينز دول تعملهم بالقلم الايه بالخفيف كده لحد ما يحصل لك انترسكشن في بوينت، هي دي البوينت سي. بعد كده ترجع بالقلم تقوم ايه متقل على الحته دي ومتقل على الحته دي. طيب هنعمل بعد كده البايسكشن للايه للاي سي لاين سيجمنت، يعني هعملها اكسس اوف سيمتري. يعني هجيب الكومباس بتاعي اخد ارك هنا وهنا، ومن عند السي اخد ارك هنا وهنا، يحصل لهم انترسكشن في تو بوينتس، اوصلهم مع بعض هيديني ايه الاكسس اوف سيمتري اللي هو هاي بايسكت الاي سي. طبعا المفروض الكلام ده تعمله لوحدك، يعني انت المفروض انا شغال انت تكون شغال معايا. حددنا التو بوينتس هم نوصلهم. طيب ونحدد البوينت اوف انترسكشن ونكتب عليها ايه؟ ونكتب عليها دي. طيب المفروض اعمل ايه دلوقتي؟ المفروض من البوينت دي نعمل ستريت لاين بارلل لاي بي. نعملها ازاي؟ احنا قلنا لازم انزل من الدي على الستريت لاين. طب انا بالفعل نازل اهو عند البوينت ايه، يبقى اقف هنا بالكومباس اخد ارك هنا كده، ومن عند الدي اخد انذر ارك، والفتحه دي اوقعها من ناحيه ايه، او اوقعها من ناحيه الايه الارك ده، او اخد ارك كده اهو واخد نفس الارك الناحيه الثانيه. نعمل ايه بعد كده؟ عندي هنا تو بوينتس هم دول، اقف عليهم بالكومباس واخدهم بالكومباس بتاعي، واجي اقف هنا اهو اخد الفتحه ايه بالكومباس، وبعد كده اقف في البوينت دي واخد ارك يحصل له انترسكشن مع هنا. يبقى هي دي البوينت ايه اللي بتحدد الدايركشن بتاع الستريت لاين. وبعد كده ارسم اوصل التو بوينتس طول ببعض، يحصل لي ايه انترسكشن في البوينت اللي هي ايه، وهتلاقي ان اللاين ده بارلل لمين؟ لللاين ده. بعد ما تخلص الرسمه بتاعتك طبعا هتكتب ان ايه، ان دي 7 سنتيمتر. لما تيجي تقيس دي هتلاحظ ان دي عندك 3.5 ايه سنتيمتر. ده معناه ايه؟ ده معناه ان الاي دي ايكوال هاف الايه الاي بي، وعندك ده بارلل لمين؟ لايه؟ لده كده.
تعالوا مع بعضنا نشوف بعض الـ selected exercises على lesson 6. أول مسألة معانا draw a triangle ABC in which الـ AB equals 6 cm والـ measure of angle A equal 50 والـ measure of angle B equal 70. دي اللي هي drawing بتاع triangle knowing one side and two angles. Then draw CD perpendicular AB to cut it at D. Then find the length of CD line segment by measuring and calculate the area of triangle ABC. طيب تعالوا مع بعضنا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة هنرسم الـ AB 6 سنتيمتر. وبعد كده أجي عند الـ angle A وآخد 50 degrees. يبقى أنا كده عملت إيه؟ خد بالك أنا هنا عملت الـ direction بتاع السايد ده الـ direction بتاع الـ 50. تعمله كده بالقلم رصاص بخط خفيف. ونيجي عند الـ B ناخد الـ direction بتاع الـ 70 بالخفيف برضك. ونعمل خط طويل يحصل انترسكشن للتو لاينز دول في نقطه هي دي البوينت سي. بعد ما احدد البوينت اجي اعيد على التو سايدز دول بالايه بالبولد لاينز كده. وادي ناحيه وادي البي عملت ال70 يبقى هي دي البوينت ايه هي دي البوينت سي. طيب نيجي نعمل بقى الايه البربنديكولر باخد ارك يقطع الايه الاي والبي في تو بوينتس. واجي من عند التو بوينتس دول اخد اركين تحت هيحصل لهم انترسكشن في نقطه اوصلها بالبوينت سي يبقى هو ده البربنديكولار على مين على الاي بي. ويبقى البوينت دي عندي اللي هي البوينت دي. لما نيجي نعمل ميجرنج للسي دي هنلاقي ان السي دي ايكوال عندي ايه 5 سنتيمتر. طيب انا عندي خد بالك ده 6 سنتيمتر. طيب انت عندك الاريا بتاعت الترانجل ايكوال ايه؟ الاريا بتيكوال هاف البيز تايمز الايه؟ تايمز الهايت اللي هي هتيكوال معانا هاف البيز عندي ب 6 سنتيمتر والهايت عندي ب 5 سنتيمتر اللي هي هتيكوال معانا 15 سنتيمتر ايه؟ سكويرد. المسألة الثانية اللي معانا بيقول لي دروس ترانجل اي بي سي ان ويتش الاي بي ايكوال اي سي ايكوال 4 سنتيمتر. وال بي سي ايكوال 6 ده ايزوسلس ترانجل. بنيجي السايد اللي هو الديفرنت اللي هو البي سي ايكوال 6 ده اللي هنرسمه از بيز. وبعد كده بالكومباس بتاعي اقدر احدد الايه الانترسكتد بوينت بتاعت الاي ومنها ارسم اي بي واي سي. بيقول لي بعد كده بايسكت اللاين سيجمنت اي بي ات دي. بايسكت لاين سيجمنت مينز ان احنا لازم نرسم اكسس اوف سيمتري اند اللاين سيجمنت اي سي ات اي. Then draw DE and find its length. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول حاجة عندنا هنرسم اللي هو السايد BC 6 سنتيمتر. أفتح الكومباس بتاعي فتحة 4 سنتيمتر وأجي عند الـ C أخد أرك وعند الـ B أخد أنذر أرك. الانترسكشن بتاعهم هيديني البوينت A. نوصل بعد كده الـ AB والـ AC. نيجي بعد كده نعمل الاكسس اوف سيمتري للاي بي. اجي عند البوينت اي اخد ارك تحت وفوق وعند البوينت بي اخد ارك يحصل له انترسكشن مع الارك ده في بوينت والارك ده ايه في بوينت واوصل التو بوينتس ببعض وكذلك مع ايه مع الاي سي. ومن عند بي اقطع ايه التو اركس دول اوصل التو بوينتس دول ببعض يحصل انترسكشن مع الاي بي في الايه في الميد بوينت بالظبط لان الاكسس اوف سيمتري بيبقى بيربنديكولار ات ذا ميد بوينت يبقى دي البوينت دي. كذلك عند الاي اخد ارك هنا وارك الناحيه الثانيه. انا هنا هشتغل على السايد اي سي نوصل النقطتين دول ببعض البوينت دي عندي هتبقى البوينت اي وبعد كده نوصل الدي بالاي. لما تيجي تعمل لها ميجر هتلاقي ان الدي اي دي معاك عباره عن 3 سنتيمتر. نيجي نشوف ثالث مساله معانا using a ruler and the compasses
draw a triangle ABC in which AB equal AC equal 7 centimeters, BC equal 6 centimeters يعني isosceles والA والبيز عندي BC. Bisect the angle B or bisect the angle C by two bisectors which intersect at M is MB equal MC. تعالوا مع بعضنا نشوف هنرسمها ازاي. هنرسم ال BC 6 centimeters. وبعد كده اجيب الكومباس بتاعي افتح فتحة 7 سنتيمترز واخد ارك ومن عندي السي اخد برضك بنفس الفتحة ارك تاني يحصل لهم انترسكشن في البوينت A. بعد كده نوصل الاي بي والاي سي. عشان نبايسكت الانجل بي ببايسكتور اجي هنا اقف بالكومباسز بتاعي واخد ارك ومن البوينت اللي هيحصل لها انترسكشن مع السايد ده والسايد ده من البوينت دي ودي اخد انذر تو اركس يحصل لهم انترسكشن في بوينت يبقى هي دي البوينت اللي هتحدد لي اتجاه البايسكتور وهعمل نفس الكلام عند سي. بعد كده نوصل بقى الايه البايسكتور. اجي عند السي اعمل نفس الكلام. هلاقي ان التو بايسكتورز بيحصل لهم انترسكشن في بوينت ايه؟ في بوينت ام. ادي البوينت ام وهنلاحظ طبعا ان الام بي بتيكوال الام ايه الام سي. نيجي نشوف اخر مساله معانا بيقول درو تراينجل اي بي سي ان ويتش الاي بي ايكوال 6 سنتيمترز الميجر اوف انجل ايكوال 50 وبي ايكوال 70 يوزنج الكومباسز اند رولر درو الستريت لاين اكس واي باسنج ثرو البوينت اي اند بارلل تو اي تو بي سي ودونت ريموف اركس. طيب تعالوا نشوف مع بعضنا هنعملها ازاي. نرسم اللاين سيجمنت اي بي 6 سنتيمترز اجي من عند الاي اميجر 50 يبقى هو ده الدايركشن بتاع ال 50 ومن عند البي اميجر 70 واخد لاين يبقى هو ده الدايركشن بتاع ال 70 يحصل لهم انترسكشن في بوينت اللي هي البوينت سي. طيب بعد كده اعمل ايه؟ المفروض ان انا من عند الاي هعمل ستريت لاين اكس واي بيبارلل لمين؟ للبي سي. طب احنا قلنا نعملها ازاي؟ قلنا ننزل من عند البوينت اللي انا هرسم منها الستريت لاين انزل بلاين يحصل له انترسكشن مع الاي مع البي سي. طب اوريدي الاي واصل عندي بالبي وواصل عندي بالسي. طب نشتغل من عند السي. هاخد من عند السي هنا ارك يقطع ده وده واجي هنا اخد ايه؟ اخد ارك وبالتالي انت محتاج تزود الخط ده شوي. نيجي عند السي ناخد ارك يقطع هنا وهنا في تو بوينتس ونفس الارك اخده فين؟ اخده الناحيه الثانيه. يبقى انا عندي دي بوينت اهي وعندي التو بوينتس دول. اجيب الكومباس بتاعي بقى اقيس الفتحه دي وبعد ما اقيس الفتحه دي اقف هنا واخد ارك الناحيه الثانيه. اقف هنا واخد ارك الناحيه الثانيه. يبقى البوينت دي اللي هتبقى هي الدايركشن اللي هوصلها بايه؟ تديني الدايركشن بتاع الستريت لاين اللي هيبرر لمين؟ البي سي. واخد اي نقطتين عليه اكس واي عشان نقدر نقول ان هو ايه؟ اكس واي ستريت لاين. وبكده يبقى احنا خلصنا ليسون 6. يا رب اكون وفقت في شرحه. ما ينفعش تشوف الفيديو بس، لازم تشوف الفيديو وترسم بإيدك مرة واتنين وتلاتة لحد ما تحس إن أنت بترسم وإيديك ماشية بسلاسة. حاول تحل مسائل كتير، طبعًا الإكسرسايزز فيها مسائل كتير، درب إيدك عليها. وبالتوفيق إن شاء الله.